بنتكلم قبل الفاصل مع يعني حنان على جزئية مهمة جدا، ان انا سمعت ان الملابس اللي هي بتوضع في الحمامات والفوط ان هي ما ينفعش ان انا احط فوطة، يعني وان كانت بقت كل البيوت الحمامات بتبقى جوه غرف النوم، حمام جوه غرفة النوم، وان لازم الفوطة تبقى جوه الحمام، وان في مكان نحط فيه الملابس. بالظبط. زمان لو خدتي بالك، صحيح زمان الجدود كان كل واحد بيخش في فوطته. ايوه صح. يعني لو ده هتلاقي فوطته حتى في الافلام العربي الابيض والاسود فوطته حاططها على كتفه وهو داخل. والبيوت القديمه كانت الاحواض بره الحمام. بالظبط. بتاخد الفوطه وبتاع ولبسها في اوضتها، بتلبس البرنس وتخش في اوضتها. ده الطبيعي بتاع كل الناس من زمان، من ايام جدودنا وجدود جدودنا. للاسف هو القديم هو كل القديم اللي احنا استغنينا عنه وافتكرنا ان احنا بنتطور وبنتحدث ونبقى مودرن وبتاع، احنا بالعكس احنا عمالين ننزل مش بنطلع. يعني هو كل ما رجعت للفطره وكل ما رجعت البساطة كل ما طاقتك عليت واتشحنت أكتر. طب يعني هي الفوط جوه الحمام بتبقى يا جماعة الحمام بيحصل فيه إيه؟ كلها حاجات ملوثات. خلاص، حتى مهما نظفت فهي عبارة عن طاقة سلبية. طاقة سلبية. فعشان كده بنقول حتى باب الحمام والغطا بتاع التواليت بنقفله، وباب الحمام بنقفله مهما تنظف. مهما مش مسألة نظافة ووساخة، مسألة إن المنطقة دي بيحصل فيها التفريغ لكل حاجة وحشة جوه. بتغتسلي جوه، خروج جوه، كل حاجة جوه. تمام. خلاص؟ أيا كان بقى بلدي ولا فرنجي. فاهمة ازاي؟ هو الفرنجي طبعا اقل وطأة من البلدي، لان البلدي كانت كل حاجه بتنزل على الارض على طول، فالحاجه قريبه منك قوي. غير الاول دلوقتي بتنزل في مواسير فبتبعد عنك. تمام. خلاص؟ لكن القصه كلها ان طاقه المساحه دي ما ينفعش احط فيها فوط، ما ينفعش احط فيها هدوم. فاهمة ازاي؟ واسيبها كمان. واسيبها. خلاص؟ فالقصه كلها لا، انا هنضف واخد الحاجه. انشرها. طب الحاجه دي ايه؟ هحطها في الشمس. مش هنشر بالليل واخدها الصبح، لا انا عايزاها في شمس ربنا. عشان الشمس دي هي وقدر المستطاع بقى ما نسيبش حاجه جوه الحمام. بالزبط. يعني لا نسيب فوط ولا ملابس. بالظبط. يعني اخد حاجتي وانا داخله وانا خارجه. تمام. وانا خارجه واستخدم كده. تمام. ربنا يبارك فيكي.